أهلا بكم. البداية مع العناوين. حكومة تصريف الأعمال خرقت الدستور وكسرت الميثاق فانعقدت. ميقاتي ليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا مسؤولية جريمة القتل هذه. حجار باسم الوزراء المعترضين: طلبت من ميقاتي التراجع لكنه أصر. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. والبداية من جلسة مجلس الوزراء غير الدستورية التي عقدت في السراي، والتفاصيل مع الزميل جورج عبود. جورج يعطيك العافية. الله يعطيك جريس لك ومشاهدي الوطنيين. جورج، ماذا في تفاصيل هذه الجلسة وما قام به الوزير هكتور حجار وحضور الوزير جورج بوشكيان وغيره من التفاصيل؟ يعني سابقة خطيرة لا مثيل لها في تاريخ لبنان تمثلت بحكومة تصريف أعمال بظل فراغ رئاسي عم تضرب بعرض الحائط الدستور والميثاقية. يعني فعليا نحن أمام حكومة تصريف أعمال مستقيلة ما أخذت ثقة المجلس النيابي الجديد، عم بتحاول أن توقع نيابة عن رئاسة الجمهورية. لعل أخطر اليوم ما تم خلال هذا الاجتماع تصريح كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأيضا تصريح وزير الأعلام. حرفيا يلي صار، ميقاتي قال سأدعو إلى جلسات أخرى عندما تقتضي الضرورة، بينما وزير الأعلام زياد مكاري أشار إلى أن المقررات لا تحتاج إلى توقيع 24 وزير. وهون نحن عم نحكي عن خطورة ما تم وما حصل اليوم، وخاصة أنه كانت واضحة، يعني تفاديا لهيدا الفراغ كان واضح رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى المجلس النيابي قبل ما ندخل بالفراغ الرئاسي، حيث صدر توصية عن مجلس النواب أشارت هيدي التوصية إلى أنه اجتماعات الحكومة حكومة تصريف الأعمال ما بتصير إلا من أجل الأمور الاستثنائية جدا والضرورية، ومن بعد التشاور مع معظم الأفرقاء والكتل يلي بتتشكل منها هيدي الحكومة. وهذا الموضوع ما تم بدعوة ميقاتي أقله مع التيار الوطني الحر. يعني إذا بدنا نحكي أيضا عن ناحية الشكل، من بعد ما تم الحديث عن مقاطعة 9 وزراء لهيدا الاجتماع، إلا أنه الوزير الملك أو من لقب بالوزير الملك كان الوزير عن حزب التشناك وزير الصناعة جورج بوشكيان يلي خرج عن هيدا الإجماع للوزراء، وبالتالي خرج عن التضامن المسيحي بالخط العريض يلي تمثل أولا برفض رئيس الجمهورية لهيدي الجلسة، بالإضافة إلى البطريرك الماروني، وأيضا شارك التيار الوطني الحر القوات والكتائب بهيدي خطورة انعقاد هيك جلسة. يعني جورج بوشكيان حضر وبالتالي الجلسة تمت، وأيضا كان لافت حضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار يلي أثناء دخوله إلى الجلسة قال للصحفيين أنه أنا جاي مس البيان يلي صدر عنا وجاي يقوله داخل هيدي الجلسة. إذن الجلسة كان بشقة الأكبر هي نقاش سياسي، بالإضافة إلى ما تم إقراره من بنود من بعد تخفيض جدول الأعمال يلي كان كتير فضفاض ووصل آخر شيء إلى 25 بند. بوقت تم إقرار بعض البنود تم إسقاط وسحب من التداول بنود أخرى. نستمع إلى تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي خلال هيدي الجلسة. جريس، نحن مجلس وزراء تحت سقف الدستور اللبناني، تحت سقف نظام سير مجلس وزراء، ومع الوزير الإعلام هلأ حيقول المقررات اللي أخذت، أخذ بمعظم جدول الأعمال. بعض الوزراء بعد المناقشة رفضوا بعض البنود ولم يحصل التصويت اللازم عليها وسحبت ولم يكن لها قرار في موضوع. فبالتالي مجلس وزراء حسب الأصول قام بدوره كاملا. أنا بحب أوجه رسالة صغيرة لكل اللبنانيين، نحن موجودين بظرف، يعني اليوم قريت بعض جرائد
أنا بقول ما في وزير ملك، نحن كلياتنا بخدمة هالبلد، نحن كلياتنا مني ومن كل الوزراء نحن عم نخدم هالبلد، نحن خدم لحتى نقدر نقطع هالمرحلة الصعبة جدا. نحن مش موضع نحسد عليه، نحن حزينين بالوضع اللي نحن موجودين فيه، نحن مش مبسوطين بالمطالب اللي بتجينا كل يوم وبنعرف انه الصعوبة تحقيقها. فبالتالي قدر المستطاع بخلال قرارات مجلس وزراء بما يتعلق بالصحة، فاليوم كمان لو لم يحصل هذا المجلس وزراء كان بتكون الضربة على الصحة وعلى هالمرضى اللي هن مرضى الكلى والمرضى بشتى الأمراض من خلال معالجتهم بالمستشفيات العامة. فبالتالي اليوم هذا إقرار، ثانيا إقرار الاعتمادات لمرضى السرطان، ومن ثم والأهم كمان والمهم كمان هي مواضيع عديدة أخذت، وموضوع أجيره لو لم نكن اليوم أخذنا مجلس وزراء وأخذنا القرار اللازم حتوقف الاعتمادات على هيئة أجيره، وخلال أسبوع من الآن يوقف لبنان بالاتصالات الدولية كاملة بما يتعلق بالإنترنت والاتصالات. كل هالمواضيع أخذت وغيرها أخذ من 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 موضوع تأمين طرقات السلوج والأشياء اللي اعتبرناها أنها أساسية جدا. يقول بعض أنه في نوع من كيف نزل جدول الأعمال من 65 ل 25. جدول الأعمال نزل 65 ل 25 نهار السبت بعد ما في وزراء من الذين لم يحضروا اليوم قالوا لي رجاء خلي يكون جدول الأعمال مختصر لكي نحضر، فاختصرت أنا هذا الجدول لأني لقيت في منطق أنه يكون القرارات تتاخد قرارات ضرورية. ورغم ذلك اليوم كان في اعتراض. أنا بتمنى من كل الوزراء أنه يحضروا عندما نعقد مجلس وزراء المرات القادمة عند الضرورة القصوى والأمور الاستثنائية، ولهذا السبب لحتى نشوف المرحلة القادمة. اليوم طلبت الساعة 3 بعد الظهر يكون في اجتماع نحن والوزراء الذين لم يحضروا ومع الوزراء الحضر لحتى نقعد سوية نبحث بكل المواضيع. إذن جريس، يعني مثل ما سبق وأشرنا هذه الجلسة عقدت بحضور 16 وزير بالإضافة إلى حضور الوزير 17 يلي هو إكتور حجار، يلي تمنى خلال هذه الجلسة على الرئيس مئاتي بأنه يتم تأجيلها إفساحا بالمجال أمام التشاور، إلا أنه أصر مئاتي على أنه تكفي الجلسة. وقد تم التأكيد لاحقا أنه عند الساعة 3 رح يصير في اجتماع، وتم دعوة الوزراء يلي قطعوا هيدي الجلسة من أجل التشاور. أيضا إذا بدنا نحكي عن حضور وزير الصناعة، كان أمين عام حزب الطشناك أكد للأو تي في أنه أبلغ للأمس وزير الصناعة بوجوب عدم حضور هيدي الجلسة، وعاد واتصل فيه صباح اليوم وطلب منه عدم الحضور، وكان مستغرب أنه بوشيكيون ما فتح بكرادونيان خلال الاتصال بأنه رح يحضر هيدي الجلسة. وأشار بكرادونيان أيضا إلى أنه غير معنى بقرار وزير الصناعة الذي قام بمبادرة من تلقاء نفسه فحضر الجلسة والتزم بقرار الرئيس مئاتي. أيضا إذا بدنا نحكي عن تصريح الوزراء من بعد انتهاء هيدي الجلسة، كان في تأكيد على أنه هيدي الجلسة إذا نشكر الزميل جورج عبود على هذه الرسالة، وطبعا سوف نعود إليه، ولكن فلنستمع الآن إلى كلمة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصاب. معينة أو ينعمل عليها هيركت أو نحن مش متجهين بهيك تشريع ولا رح نقبل. وبرجع بأكد للمرة المدري قديش أنه أنا كشخص لما أكون عم بشتغل بهذا القانون وبفرق بين رئاسة اللجان المشتركة وشخصي، أنا من المودعين اللي بدي أشتغل متحيز لمصلحة المودعين، لأنه أنا من المودعين اللي خسرت أموالي وما طلعت مصاري لبرا وما حدا طلع لي مصاري لبرا. بالتالي لنطمن المودعين أنه هذا الموضوع بالنسبة لنا اليوم مع كل الزملاء توصلنا لتفاهم عليه، والنصوص اللي عم تطلع اليوم واللي عم نعدل فيها عن شو كنا مناقشين بالماضي هي لتأكد الودائع تحفظ بقيمتها الحقيقية، ونحن عارفين يمكن ما قادرين ندفعها اليوم للمواطنين، وبين الأموال اللي ممكن تكون عم تجي جديد على البلد
كيف بدنا نضمن انه يضل في ثقه للعالم تبعث اموال على البلد؟ لانه اذا ما في اموال جديده عم بتفوت ما بقعد في عنا اقتصاد بيمشي. واكبر دليل اليوم الاهالي اللي عايشين برا، الاولاد اللي عم يشتغلوا برات لبنان بيبعثوا لاهلهم المصاري، شو بنقول لهم؟ بتتحول المصريات وبتصير اموال محجوزه بالبنوك؟ اكيد لا. بقى نحن مقتنعين انه تحرير الاموال الجديده اللي بدها تجي او الودائع الجديده، وهلا من نحكي عن النص كيف بده يكون، هيدا بحرك الاقتصاد بلبنان وبيخلي اموال جديده ترجع تجي، لحتى نتامل انه مع حركه الاقتصاد بترجع الاموال اللي موجوده واللي مجمده واللي بدنا نحافظ على قيمتها الفعليه تدريجيا تبلش تندفع شوي شوي للمواطنين. هيدي الروحيه اللي كنا عم نشتغل فيها اليوم. ومن هيك فيني اقول اول شيء كان في نقاش، ختمنا النقاش اللي اليوم او صوتنا عليه اللي ختمنا فيه الجلسه الماضيه اللي له علاقه باللجنه، انه اللجنه الخاصه اقريناها واقرينا كمان اليه عملها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء الى اخره. بالماضي شو كانت تقول؟ انه رئيس الحكومه هو بعين الخبير اللي كان مطلوب. اليوم نحن قلنا لا، صحيح انه وزير المال عضو فيها وحاكم مصرف لبنان او احد نوابه بيكونوا موجودين فيها، انما راح التقل الاكبر للخبراء. الخبراء يعني مش من الحكومه، مش من الوزارات، انما بتكون بالحكومه مجتمعه ويعينوا بالحكومه مجتمعه، مش وزير رئيس الحكومة هو بعينه للأشخاص. لما تكون بالحكومة مجتمعة معناتها صار في أكتر دور للحكومة، اللي بيراقبها للحكومة هو المجلس النيابي، لأنه كان النقاش مين بيراقبها هيدي اللجنة إذا طلعت، وين تخضع لأي قوانين، ومين أي رقابة لاحقة أو مسبقة. كل هيدي نقاشات عميقة عم نعملها، لأنه تعلمنا من كتير أمور صارت معنا بالماضي، واليوم وصلنا لنعمل نص يكون بريح بهيدا الاتجاه. من بعد ما خلصنا موضوع اللجنة، لأنه بسمع بالإعلام البعض بيطلع بيحكي أنه طيب ما هو ذاته اللي خرب البلد، عم تجوا أنتوا تقولوا له بدنا نسلمك تكون عضو باللجنة، ما هن ذاتهم بالحكومة أو هن ذاتهم حاكم مصرف لبنان أو إلى آخره. أول شيء اليوم نحن ما فينا نشرع على قياس الشخص. اليوم حاكم مصرف لبنان فلان، بكرة بعد 6 أشهر يمكن يكون شخص آخر، ولكن بنفس الوقت بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه في هيدا الهاجس عند المواطنين، انه نعم مصرف لبنان لو كان قادر يخلصنا من الازمه ليش ما خلصنا منها بالماضي؟ مشان هيك عم نضطر نعمل لجنه ما تكون بشخص. اليوم العالم اللي عم يشتكوا عم بيقولوا هيدا القانون الكابيتال كنترول لحتى ياخذوا لكم اموالكم، لشو بعد في اموال تتعملوا عليها كنترول؟ مش مزبوط. اليوم القرار والاستنسبيه بايد شخص واحد، وما حدا يقول لي غير هيك، هو اللي بيقرر لمين بيتحول، وهو اللي بيسمح للمصارف إذا قادرين يحولوا ولمين بيحولوا. وفي رسائل طالعة بتحديد أشخاص بالأسماء ليتحول لهم مصاري خارج لبنان. نحن عم نقول بدنا نشيل هيدي الاستنسابية من عند الشخص. برجع بقول ما بدي حمل مسؤولية لحدا باسمه، بس آخر شيء بدنا نحن نشرع بناء على المؤسسات مش على الأشخاص وعلى الأفراد، وإلا بنكون عم نعمل غلطة. اليوم اللي بدنا نعمله نحن عم نشيل هالاستنسابية تما يكون القرار بإيد شخص واحد، وعم نحطه بلجنة فيها خبراء واقتصاديين بتتحمل مسؤوليتهم الحكومة، وتحاسب الحكومة قدام المجلس النيابي. اللي عنده اقتراح غير هيك أو أفضل من هيك تفضل يبعث لنا إياه، نحن مستعدين نناقشه، لأنه نوايا نحن النقاش اللي عم بتكون جوا من قبل كل الزملاء النواب هي هيك، نحافظ على المودعين وأموال المودعين وقيمتهم الفعلية، ونلاقي طريقة كيف بدها ترجع تندفع على المدى الطويل، لأنه هلأ مش موجودة، لو موجودة كنا عم نستفيد منها. هذا اللي صار. آخر شيء وصلنا بالنقاش كمان على نقطة كنا أجلناها بالنقاشات الماضية وإلى علاقة بالأموال الجديدة. الأموال الجديدة اليوم كان في اقتراح يصير اسمها الإيداعات والتحاويل الجديدة، لأنه البعض كان عم يتحسس كأنه إذا قلنا أموال جديدة يعني الأموال القديمة راحت علينا. شرحت لكم إياها ما راح أرجع أكررها هلأ أبدا، نحن ما راح نقول هيك، بس بدنا نشجع إيداعات جديدة تحاويل جديدة. ما بدي فوت فيها اليوم، بس وصلنا على صياغة بتحمي
الأموال القديمة والإيداعات اللي بدها تيجي جديد بطريقة رح ندرسها بأول الجلسة الجاي. عملنا صياغة نهائية لليوم، طبعا بتتناقش بالجلسة القادمة إذا في تعديلات بنفوت عليها تعديلات، ولكن هون فيني أقول فتنا على الجد، فتنا على الأمور اللي هي أساسية. بيبقى عنا نقطة بالقانون من بعد ما نخلص هيدي اللي حكيت عنها، بيبقى عنا نقطة اللي لها علاقة بالدعاوى وبالشكاوى اللي هي بتكون بحق المصرف أو المصارف. كمان رح أرجع أكد نحن مش جايين هون لنحمي المصارف من الشكاوى ومن الدعاوى. نحن ما رح نقبل أنه يقولوا أنه إذا راحت أموالك ما إلك حق ترفع شكوى أو ترفع دعوى. بس بنفس الوقت في قانون للكابيتال كنترول، في أفكار كتير بدها تنطرح. اليوم نحن ما عندنا مصلحة أنه مصرف ينحكم عليه يحول لخارج لبنان 100 مليون دولار لأنه أخذوا حكم قضائي بحقه، والمواطن اللي قاعد بلبنان مش قادر ياخد منه 100 دولار من حساباته. مشان هيك بدنا نعمل توازن، ما بدنا الأموال تخرج خارج لبنان بحكم قضائي. فينا نقول بيتأجل تنفيذها، بيصير في دفع على أقساط، لأنه بدنا نحمي المودع اللي موجود كمان داخل لبنان. وأخيرا بدنا نشجع المستثمر اللي بده يجي من خارج لبنان. لا أعطيكم مثل، اليوم شركة توتال بدها تبلش بمركز رئيسي لإلها، بدها توظف عالم، بدها تبلش تشتغل بالتنقيب بالبحر. طب إذا ما كانت الأموال اللي بدها تجيب جديدة قادرة تتصرف فيها، بتجي بتحط الهيد كورتر تبعها بلبنان ولا بتروح تفتحه بقبرص تشتغل من محل تاني؟ عم نشتغل بهالانفتاح وبطريقة عقلانية بهيدا الاتجاه. هلا الاتهامات كتيرة، المشاكل اللي صارت بالماضي كتيرة، التشنجات كتيرة، طلع كلام وطلع بيانات حكيت عني. الزميل راجي السعد موجود معنا هون اليوم، نعم اطلعت على بيانه وقررت ما رد بالإعلام. اليوم شفته، في أصدقاء مشتركين حكيوا معي ومعه بالماضي وأنا ما رديت لأنه حسيت هذا البيان ما بيشبهه لزميلي راجي السعد. يعني في إشي انحكت فيه أنا بعرف أنه هو مش قصده، واليوم إجا قال لي أنا هيدي التعبير وأنه ما حكيتك قبل، أنا بعتذر أنه طلع بهذا الشكل وأنا بقبل منه هذا الموضوع، لأنه آخر شيء نوايا مثل اللي أنا عم بشرح لكم إياها. هلأ بصير في أخطاء؟ نعم بصير في أخطاء، وهو اعتبر لما أنا قلت آخر مرة أنه في بعض النواب ما بدها تناقش كابيتال كنترول، في بعض النواب ما بدها الكابيتال كنترول، وفي بعض النواب بدها كابيتال كنترول بس بدها تعدل فيه يلي قلت بوقتها أنا منهم. هيدا اللي عم بصير هلأ اليوم. هلأ لما سألوني بالإعلام مثل مين ما كان بده يناقش الكابيتال كنترول، كان في بعض عدد من الزملاء النواب كانوا عم يقترحوا إعادة القانون هيدا إلى الحكومة لأنه لازم نناقش قوانين أخرى معه، منا إعادة هيكلة المصارف ومنا الانتظام المالي. هيدي وجهة نظر، بس هيدا ما بيمنع عنه نناقش. وهي هونيك بوقتها صار الخلاف على هيدا الأساس، سميت لهم النواب اللي كان عندهم وجهة نظر أنه يرجعوا القانون إلى المجلس إلى الحكومة وما يتناقش. انكتبوا الأسماء اعتبروا، وحلق في ناس حطوا أنه حزب المصارف هول النواب. أنا ما قلت، بس استعملت كلمة هول النواب حزب المصارف، أنا قلت هود النواب كان عندهم هيك وجهة نظر وهذا موجود بالجلسة. بكل الأحوال أنا اللي بدي أعتبره أنه هذا صار ورانا، لأنه أنا والزميل، مش بس الزميل، الصديق، في صداقة بيني وبينه راجي السعد، حكينا اليوم بالموضوع وما بعتقد في اختلاف بوجهات النظر. والكلام اللي طلع بهيدا البيان خاصة في بعض الجمل أنا قلت هيدي، ما هو عادة أنا استغربت ما بتطلع منه لأنه بعرفه كتير منيح، وخلص الله يسامح اللي بينصح وصارت ورانا هلا. وهلا نحن وياه صفحة جديدة ورح نمشي لقدام، وانا رح اعتبر هذا البيان شيئا لم يكن. إذن استمعنا إلى كلام النائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب من مجلس النواب بعد مناقشة طبعا الكابيتال كنترول في اللجان المشتركة. والآن نعود إلى السراي الحكومي ولنستمع إلى أبرز ما جاء في التصريح بعد جلسة مجلس الوزراء. ولا ممكن أن نتهم أي وزير بأنه مجرم إذا ما أجى على الجلسة، المشكلة في مكان آخر.
وأود اليوم قدام الإعلام أشرح وين المشكلة. انتهت، صارت أصبحت بعد الانتخابات النيابية أصبحت الحكومة مستقيلة، وبعد ترك رئيس الجمهورية أصبحت الحكومة مش بس مستقيلة، لم تنل الثقة. هاي الحكومة ما نالت الثقة من مجلس النواب الجديد، وبغياب رئيس الجمهورية كان علينا وكان من الأجدى انه بهيدا الوقت اللي قطع شهر والكل مدرك انه في عنا مستشفيات ومؤسسات ومعاشات وامور معيشية ضرورية، الكل يعلم، منا مفاجأة، الكل يعلم انه عنا كل هالقضايا، كان من الأجدى ان نتشاور كحكومة لكيفية ضمن المسؤولية الوطنية العليا، أعلى مستوى من المسؤولية في هذا الفراغ، أن نتشاور لكيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس جمهورية ونصير في عنا حكومة أصيلة. هذا كان الموضوع. تشاورنا تقريبا ساعة وربع والكل موافق، وطلبت من دولة الرئيس أن نتراجع خطوة إلى الوراء بهدف استكمال المباحثات لكيفية إدارة أمور الناس بعد الظهر، ولكن أصر دولة الرئيس بعد حوار طويل ومد وجزر إلى إكمال الجلسة، وكنت أنا أتمنى أن لا نكمل الجلسة وأن نأتي بعد الظهر اليوم لحوار لكيفية إدارة البلاد. نحن حريصين على الدستور بتفاصيله، لأنه الدستور هو الناظم لحياة اللبنانيين، حريصين على كل المقامات، ومن جهة نحن نراعي عدم انتخاب رئيس للدولة، يعني هالحالة هي حالة خطأ، نحن ندعو إلى انتخاب رئيس يقدر يحكي مع كل اللبنانيين ويعبر عن تطلعاتهم ويحترم تضحياتهم، ومن جهة أخرى الحكومة بحكم الدستور معنية بأنه تصرف أعمال. هلأ قديش الحجم هذا موضع نقاش، بس الأصل أن الأصل موجود بأن الحكومة تقوم بواجبها. ولأننا حريصون على المسألة، نحن نؤمن بعقلية رابح رابح، نحترم من حضر ونحترم من تغيب، لأنه لكل حدا له أسبابه وله تبريراته. ولأننا حريصين على تفسير الأمور بنصابة وأن الحالة استثنائية، تصرفنا على أن الأمر استثنائي بدليل أنه صار في نقاش مسبق وتشاور مسبق عن جدول الأعمال، وتم حصر الجدول بما يرتبط بأمور ضرورية كي تتناسب مع حالة الاستثناء، وتجاوب دولة الرئيس مع هذا الأمر، وتم تقليص البنود من عشرات البنود إلى بنود لا تتجاوز 30، وحصرها بأمور ضرورية لا تحتمل التأجيل بهذا الإطار. وبالتالي الأصل كان احترام الدستور، الحرص على الحوار، وأيضا محورية ومصالح الناس والأمور الضرورية. هالقد حجم الأمور، ونحن نؤمن بالحوار وندعو إلى الحوار وإلى التواصل لحل كل الأمور. اللي جابنا على الجلسة هو وجع الناس. أنا فقط بدي أحطكم بصورة الأمور. اللي جابنا على الجلسة هو وجع الناس، وبالتالي نحن رفضنا البند اللي بيتحدث عن الضريبة على القيمة المضافة، رفضناه ولم يمر. رفضنا بند اللي هو بيحكي عن التعرفة الجمركية الجديدة بالنسبة للبترول والكاز وإلى آخره، أسقطوا في الجلسة. الأمر اللي أضفناهن على الجلسة، أول شيء تمت إضافة موضوع أنتوا بتعرفوا في قرار مجلس الوزراء كل شركات الكنز في لبنان زبالة حيوقف عملها هذا الشهر، بالتالي تمنينا على دولة الرئيس مئاتي إضافة هذا على جدول الأعمال، وبالتالي تم اتخاذ في قرار مجلس الوزراء أنه يستمروا في عملهم العام المقبل، وأنتم بتعرفوا مدى الضرر بالنسبة لهذا الموضوع زبالة. هل هذا يخفف عن وجع الناس أم لا؟ يخفف عن وجع الناس. الأمر الثاني اللي طلبنا بإضافته قصة مراسيم ومراسيم بالنسبة للشركات النفايات، هذا موضوع طلبنا فيه. الأمر ما فيه، نحن بالنسبة لنا القرارات بالنسبة لوزارة الصحة، بالنسبة هل أعطيكم مو يومين الثلوج،
كان موجود على جدول الأعمال. هيدا من يومين الثلوج، إذا لم يقر في مجلس الوزراء أم ينفتحش ولا طريق ولا بتطلع ولا على منتجع. إنه أنا من قبل ما يتم ما يخلص عهد الرئيس ميشيل عون كنت دائما أقول إنه لا، مجلس وزراء لازم يجتمع. إنه ليش ما لازم يجتمع؟ يعني لأنه في كتير قرارات معطلة، في كتير قرارات لازم ناخدها. يعني وضع البلد مش مريح، ما فيك تحكي أنت أنه نحن ببلد عايشين مزبوط والدولار ب1005 وما عنا مشكلة أبدا. أنا بشوف أنه من الضرورة تجتمع الحكومة، وإذا بتجي لرأيي أنا بالعكس، أنا بشوف أنه لازم تجتمع بوقت دوري. في مجلس النواب تعقد اللجان المشتركة جلسة مخصصة لمناقشة الكابيتال كنترول، وللمزيد تنضم إلينا الزميلة سينتيا يمين عبر الهاتف. سينتيا، ماذا في تفاصيل هذه الجلسة؟ نعم جريس، تحية لألك لمشاهدي الأو تي في. انتهت منذ بعض الوقت جلسة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة الكابيتال كنترول، واللي صار خلال مناقشات للمادة الرابعة. طبعا ختمت مناقشات المادة الثالثة اللي بتحكي عن اللجنة اللي بدأ تشرف على تطبيق وسير قانون الكابيتال كنترول، وهذه اللجنة بتتضمن حاكم مصرف لبنان أو أحد نوابه ووزير المالية وأربعة من الخبراء المختصين يلي بيكونوا عم يشرفوا على سير الكابيتال كنترول. كما أنه تحدث منذ بعض الوقت نائب رئيس مجلس النواب ياسر سعد وقال أنه بدأنا النقاش من منطلق التوصل لنتيجة، ونحن متفقين بغالبيتنا يعني غالبية النواب على كيفية تشريع قانون الكابيتال كنترول يلي بيضمن الودائع القديمة بقيمتها الفعلية، ما ينقص من قيمتها أو يصير في هيركة على قيمتها. وقال انه هو متحيز لمصلحه المبيعين لانه هو منهم ومتضرر مثلهم، وكمان حكي عن الودائع يلي جديده او يلي عرفت بالودائع الجديده وانه هي ضروريه وما فيها فرض عليها كابيتال كنترول لانه هي بتحرك الاقتصاد وبتدفع لدخول المزيد من الاموال الجديده لداخل اللبناني. وقال انه ختموا نقاش المادة الثالثة ومثل ما قلت بتتعلق باللجنة الخاصة وقالية عملها، وكمان حكي عن استبدال تعريف الأموال الجديدة لأنه عمل نوع من بلبلة هذا التعريف، وتوصلوا لتعريف جديد هو الإيداعات النقدية والتحويل الجديدة بدل تعريف الأموال الجديدة. وكمان في نقاش حول الدعاوى والشكاوى بحق المصارف، قال انه عم بجربوا يعملوا توازن بهذا الموضوع لا يحموا المبيعين والاقتصاد اللبناني. كمان بدي اشير انه البعض تحدث عن مين المرجع المختص لحتى ينظر بقرارات هذه اللجنه، وقيل انه المرجع المختص بقرارات الاداريه لهذه اللجنه بتكون مجلس شورى الدوله، اما القرارات المتعلقه الخاصه المتعلقه بالمبيعين بتكون المرجع هو القضاء المختص. هيك النقاشات عم تستمر، وبعد الماده الرابعه من ان الكابيتال كنترول لم تقر بالكامل بداوا النقاش بالاستثناءات بموضوع ان الكابيتال كنترول، مين اللي بيحكم على الاستثناءات وكيف تتطبق. كل هالنقاشات رح يستكملوها ايضا بالاسبوع القادم، ورح نستمع سوا لابرز ما قالته النائبه حليمه قافور بعد انتهاء من الجلسه. اليوم ناقشنا الماده الثالثه والماده الرابعه، الماده الثالثه عم تحكي عن اللجنه كيف بتتالف واللي هي اللي عندها صلاحيات انه تطبق هذا القانون، وخطره طبعا اذا بتوقع بالاستنسابيه. مشان هيك كان نقاش طبعا موقفنا اول شيء نضمن انه هيدي اللجنه مكونه من 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 ناس عندها الحياديه والموضوعيه وليس تابعه دائما حدا تابع عم بيطبق مصلحه المصارف وليس مصلحه المواطنين والمواطنات والاقتصاد تبعنا. وهون كانت كمان هذه مش خاضعه هذه اللجنه لاي نوع من الرقابه، مش هيك اصرينا دخلنا نجحنا بادخال جزء اللي بيحكي جمله اللي بتخضع على رقابه مجلس شورى الدوله. بالنسبه للماده الرابعه اللي عم تحكي عن الاستثناءات في الاموال الجديده، وهون في مشكل يعني كبير. انا اذا بدي اقول شو يعني اموال جديده، هل عم نعمل عمله جديده، عم نكر عمله جديده، هل عم نميز ما بين مودعين بين المودعين، مين المودع اللي قبل المودع اللي بعد، هل عم نكر انه اموال جديده معناتها الاموال القديمه هن اقل قيمه من الاموال الجديده. هي فيها بصراحه صرنا فتره عم نناقش فيها، لانه انا بشوف اي تمييز ما بين مودع وخلق عمله جديده خطير ما فينا نفوت فيها. ولكن كمان بفهم الحرص على انه الاموال هلا الاستثمارات، وهيدا بدنا
بدنا أموال استثمارات نسهلها تجي وما نحط عليها قيود، ولكن بنفس الوقت ما فينا نفوت بقصص غير دستورية وتكرس التمييز. في اقتراحات عم بتكون، ولكن هيدا الاقتراحات لحد هلا أنا غير مقنعة وغير مرضية، مشان هيك لازم نفكر بطريقة أعمق، ولازم كنا نحل أموال المودعين قبل، أنا برأيي قبل ما نوصل لهون، إعادة هيكلة المصارف وشو في من الأموال كيف ما نردها حتى نرجع خلص كل الأموال موجودة، ما في أموال جديدة وأموال قديمة. ولكن أنه هلأ عم نناقش هيدا المواد اللي مرتبطة ارتباط عضوي وكبير بإعادة هيكلة المصارف، وهونيك في المودعين بدنا نشوف الأموال الباقية شو بدها تصير فيها، وهون كمان بده يصير في أكيد إشكاليات كبيرة ما بين وجهات نظر مختلفة، شيء لمصالح المصارف شيء لصالح المودعين. خلينا نشوف، بس كتير معقد أكيد هيدا كل الخيارات واللي عم نناقشها، لأنه كمان ما ناقشناهم كلهم مع بعض. وأنا بالنسبة لي كان إعادة هيكلة المصارف كان مفروض هيدا كان ينكر من سنتين ونص، وإعادة هيكلة المصارف نرجع نشوفه هلأ كمان قبل نشوف مصير هيدا الودائع. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.